اتمنى الكادر والصوت يعني يكونوا كويسين. ازيكم يا شباب، معاكم يوسف جمال، وده اول فيديو على قناه اليوتيوب. لو انت ما تعرفنيش، انا اسمي يوسف جمال، عندي 17 سنه، بنزل محتوى عن الجيم والتمرين وفلوجات. لو انت حابب او مهتم ان انت تشوف الفيديوهات القديمه اللي انا كنت بنزلها على التيك توك، هتلاقي حساب التيك توك اهو، وهتلاقي برضو اكونت الانستغرام اللي انا بنزل عليه التمرين بتاعتي هتلاقيه هنا. باختصار، القناه دي هتبقى عباره عن تنزيل فيديوهات فلوجات وتمرين، وممكن ادخل في النص فيديوهات لمعلومات معينه عن شيء معين، وهتبقى برضو في فيديوهات ثانيه عن الكيو ان اي. الاسئله هتجيبها منين؟ هتجيبها من الستوريز اللي انا بنزلها عندي على انستغرام. انا بنزل ستوري مثلا ممكن كل اسبوع مره او مرتين في الاسبوع، بنزل لو حد عنده استفسار عن شيء معين بجاوبه له في فيديوهات، وكنت بجاوبها على التيك توك. بس فكره ان التيك توك المده بتاعته قصيره ان انا استوعب اسئله كتير، فقلت ان انا انزل الموضوع ده على اليوتيوب. وبس كده يا شباب، الساعه دلوقتي تقريبا 2 الا ثلث او 2 الا ربع في الحدود دي، وطبعا انتوا عارفين ان احنا في رمضان، فاحنا حاليا صايمين. هعمل شويه حاجات كده واصلي العصر وممكن انام شويه، وعلى المغرب نلتقي ان شاء الله مع اول وجبه في اليوم. ايه الاخبار يا شباب؟ طبعا المغرب لسه ما اذنش، بس في فيديو انا كنت حابب ادي التعليق عليه، وده رايي الشخصي، سواء تتفق معايا او لا. عايز تمشي ورا الكابتن جانتي، مش وراه، او الكابتن جانطي، مش عارف مش عارف مين اللي طلع موضة كابتن جانطي دي. بس عامة حابب تسمع تعليقي على حتة كابتن جانطي دي، فاسمع الفيديو وشوف هو بيقول ايه، وشوف انا هقول لك ايه. تصوم في رمضان وتنشف في رمضان وتنزل وزنك في رمضان، بعد رمضان اسبوع اسبوعين تجيب عضلات مال سنه مو جاي سنه تمام، والله العظيم. ليش؟ لانه لما الواحد ينشف ويعمل بعد التنشيف يفتح اكل، شو بيصير فيه؟ ينفخ. فهذا رمضان فرصتك. بص، هو بيقول لو انت يعني فضلت تنشف في رمضان، تنشف تنشف تنشف، وجيت بعد رمضان اللي هو لما بعد ما تخلص العيد يعني، تفتح اكل تلاقي نفسك بوم انفجرت وتعمل عضلات بقالك سنه بتحاول تجيبها. مش عارف، في حته لازم تفرق ما بينها كويس جدا 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 في لعبه كمال اجسام. ايه الفرق بين ان انت تبقى فل، وايه الفرق بين ان انت تزيد عضلات فعلا؟ ان انت تبقى فل معنى كده ان انت ملأت مخزن الجلايكوجين. طبعا انت لما بتنشف في رمضان وبسبب ان انت صايم فتره طويله، ما بتدخلش كميه ميه مناسبه، ما بتدخلش كميه كارب عاليه، تلاقي جسمك تحسه فلات، تحس نفسك ان انت مريض زي ما هو قال، لو انت فعلا بتبقى عامل زي المريض كده، تحس نفسك رفعت جدا. وانا بمر بالحالات دي، انا في اول 4 ايام في رمضان مريت بالحاله دي، كنت فلات لدرجه ان انا مريض، بس انا فلات، العضله مهويه. فانت بعد ما انت بتخلص شهر رمضان وترجع تفتح تاني، مش هتفتح اكل اللي هو عكاك، لا، انت بتفتح كميه كارب عاليه، فبالتالي جسمك من حاله الفلات بيبقى فل، متعبي ميه كويس، مخزن الجلايكوجين بتتعبى ميه، فتلاقي نفسك انفجرت. هو بيتكلم صح، بس هل الانفجار اللي انت حسيت بيه ده عضلات فعليه صح، ولا دي تعبيه ميه جوه العضلات فمحسك ان انت زدت؟ وممكن في الفتره دي تلاقي نفسك في الميزان عمال ترفع ترفع ترفع، وفعلا انت تلاقي نفسك ترفع، تبص على المرايه تلاقي او بامب رائع، تروح للتمرين تلاقي نفسك منفوخ، تحس نفسك ان انت بطل. هل ده بسبب ان انت عبيت عضلات في الكام يوم البساط دول، ولا انت ملأت مخزن الجلايكوجين بالمية والكربوهيدرات اللي انت كنت حارب نفسك منها في فترة الصيام في رمضان؟ بصراحة انا من رأيي الشخصي، لو انت جيت تسمع الحتة دي، انا من رأيي لو انت واحد حابب ان انت تستفيد بشهر رمضان، ركز في العبادة. انا بقولها في كل فيديوهاتي، في فيديوهين قلت في الكلام ده، وفي ستوري على انستغرام قلت في الكلام ده، ركز في العبادة في شهر رمضان. ما تجيش السنة كلها، يعني انت عندك 11 شهر قاعدين على مدار السنة، جاي تسيب كمال اجسام تقول لا انا هركز في شهر رمضان؟ طب باقي السنه انت كنت بتعمل ايه؟ يعني انت جيت في شهر رمضان اللي هو شهر عباده، شهر تروي الواحد يستمتع فيه، تقول لي انا جاي اركز في كمال اجسام؟ يا عم انا ما قلتلكش انت ما تركزش في كمال اجسام في شهر رمضان، بس قلتلك ان انت تاخدها بالعقل. كمل زي ما انت كنت ماشي قبل رمضان بشيء معين، وماشي بس على سبيل المثال فتره التضخيم، كمل تضخيمك زي ما انت، ما تسمعش للكابتن جانطي لما يجي يقول لك لا انت لازم تنزل. مع احترامي إلك، وأنا والله 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 من أكتر الناس اللي بتحب كابتن جانتي، راجل يدخل قلب، والله هو راجل بسيط، وأحسن حاجة فيه إنه هو دايما 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 مع الطبقة المنتشرة في ما بين الشعب. يعني يقول لك الناس اللي هي مش لاقية فعلا إنها تجيب بروتينات وبتاع، فبيقول لك أسهل البسيط. بس هو عنده عقليه الاولد سكول، تحس ان هو كان عايش مع ايام قبل روني كولمان ما يتولد، يعني عقليته عقليه عسكري زي ما هو بيقول. انا مش بشكك في كلام جانتي، بس هو فعلا لو انت، انا من رايي لو انت عايز تمشي في شهر رمضان امشي فيه زي ما انت كنت ماشي في باقي السنين،
ماشي باقي السنين بتنشف كمل زي ما انت في رمضان. لو دي مدة التنشيف بتاعتك، لو انت خلصت تنشيفك قبل رمضان ادخل تدخين. هتقول لي طب ازاي شهر رمضان كمية اكل كبيرة؟ يا ابني يقول لي يمنع. ايه اللي يمنع؟ مش عارف تاكل اشرب، طب خلاص حاسس ان في مشاكل في الهضم وبتاع، خد مهضم. مش جاي معاك سكة خلاص امشي على سعرات الثبات بتاعتك. عندك كذا حل، بس مش شرط ان انت تنشف وتمشي على كلام جانتي شعبان زي ما هو قال بالظبط علشان تاخد احسن استفادة من رمضان. مش احسن استفادة ان انت تنشف في رمضان، انت ممكن تضخم عادي او ممكن تمشي على سعرات الثبات لو انت حابب تستمتع يعني بحياتك واكلك، علشان برضو تعرف تدخل اكل كويس. برضو في شهر رمضان بيبقى فيه عزومات وحلويات وعصائر وحاجات زي كده ما بتبقاش موجودة في طول السنة، فتحاول يعني تستغل حاجة زي دي. مع احترامي لك ومع احترامي للكابتن جانتي، ده الرأي الشخصي وده رأي كابتن جانتي، شوف الصح بالنسبة لك واللي يمشي معك اكتر ونفذه. كل سنة طيب. دي الوجبة الاولى يا شباب، 300 جرام رز مع 150 جرام بيض وشوية صلصة فيهم مع 150 جرام طماطم وادي السعرات والمكروز. وتستغل شوية وقت واعمل وجبة بعد التمرين ووجبة قبل التمرين ووجبة بعد التمرين، ثلاث بيضات برضو و300 جرام رز زي الوجبة اللي قبلها وادي السعرات والمكروز. ودي وجبة قبل التمرين وهي 150 جرام رز لوحدهم من غير اي حاجة. بعد ده كله هناخد سكوب كرياتين من ريد ريكس شركة البجرومي، وده متكون من 5 جرام كرياتين مونوهيدريت في الجرعة الواحدة، والعلبة كلها 60 جرعة. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. ايه الاخبار يا شباب؟ زي ما انتم شايفين احنا حلقنا الدقن ونظفنا نفسنا كده شوية. عندنا المفروض دلوقتي تمرين فول بودي، والمفروض ان احنا ننزل، وكان عندي وجبة قبل التمرين اللي انا كنت مصورها في الشوت اللي فات، بس الفكرة ان انا مش هعرف ان انا اكلها علشان انا ما عنديش وقت حاليا. فشربت مكانها عصير مانجا 300 ملي تقريبا، كان عليها سكر، ف الحسبة التقريبية بتاعتها يعني مثلا هتكون في رينج ال 170 ل 200 كالوري، وتقريبا كلها كارب. يلا بينا نخش على تمرين الفول بودي. اتمنى ان انا اعرف اصورها لكم، حتى لو ما عرفتش اصورها هحاول ان انا اقدر استطاع ان انا اصور تمارين معينه، مش كلها يعني، هحاول ان انا اصور لكم مثلا التمارين الثقيله بحيث ان انا اكون وريتكم جزء من التمارين اللي انا بلعبها حاليا. ايه الاخبار يا شباب؟ معاكم يوسف من وراء الكاميرا. كنت عايز اتكلم بس عن نظام التمرين اللي انا بتمرن فيه حاليا، الا هو نظام تمرين الفول بودي او الجسم بالكامل. النظام اللي هو معروف بجنرال عند معظم الكباتن ومعظم الجيمات يعني، وبيعتبروا ان ده نظام ان انت تبدا اول ما تبدا جيم تلعب بيه اول يومين بس بهدف تسخين الجسم، وده شيء مش احسن حاجه خالص. وهو في الحقيقه يعني نظام محترم جدا، ممكن انت تمشي بيه كلاعب متقدم او لاعب حتى متوسط، ان انت تبدا بنظام فول بودي وتجربه وتلعب بيه وهتحسن فيه. بيقسم لك الفوليوم، انت لما بتلعب نظام فول بودي انت ما بتلعبش كل عضلات جسمك في يوم واحد، يعني بمعنى صح مش يعني انت عندك على سبيل المثال بنش، عندك الجزء العلوي والجزء الاوسط والجزء السفلي، انت طبعا مش تلعب التلات تمارين دول في يوم واحد. طب انت نفترض ان انت تلعب تلات تمارين بتوع البنش، خلاص على كده يعتبر ان انت انتهيت. عندك زوايا لتمرين الظهر، وعندك زوايا لتمرين الكتف، وعندك زوايا لتمرين الدراع، وعندك زوايا لتمرين الرجلين، ده كله هتجيبه منين؟ وغير البطن مثلا انت تلعب بطن وسواعد ورست وحاجات زي كده. فانت الفكره من الفول بودي ان انت بتلعب فول بودي حسب انت تلعب كام يوم، يعني يومين او ثلاثه. انا بلعب ثلاث ايام، ومتقسمين الثلاث ايام دول فول بودي داي 1، فول بودي داي 2، فول بودي داي 3، وطبعا الثلاثه يعني مختلفين عن بعض. بيبقى متقسم الفوليوم بتاع التمرين، هو التمرين نفسها يعني الزوايا بتاعت الجسم بتبقى متقسمه على الثلاث ايام دول. انا اول مره حرفيا العب فول بودي مش مقصر معايا خالص، عارف اوفر وقت، وقت التمرين بتبقى تقيله، وخصوصا انت في رمضان بيبقى عندك عوامل الهدم اكتر من عامل البناء، فبيبقى صعب عليك ان انت توازن ما بين حياتك والتمرين. ولو انت مثلا واحد بتشتغل بيبقى عندك مثلا، لو انت عندك واحد عندك اسره عندك حاجه زي كده فبيبقى الموضوع عندك صعب. ولو انت شخص بتدرس مثلا في ثانويه عامه في ثالثه ثانوي فالموضوع بيبقى تقيل، فانت ممكن تستعين بنظام زي نظام الفول بودي بحيث ان انت توفر وقت طويل، بحيث ان انت تعرف توازن ما بين الجيم بحيث ان انت ما تقطعوش خالص، وفي نفس الوقت تكون حافظت على وقتك الباقي تعمل بيه الحاجات اللي هي ليها الاولويه. لو انت مثلا في الثانوية عامة فانت عندك الأولوية بتاعتك الدراسة اكيد مش الجيم وهكذا، وتعرف ان انت تمشي في حياتك من غير ما تلاقي نفسك ان انت سبت ده
عشان خاطر حاجة تانية، انت ممكن توازن ما بين الاتنين، وزي ما بيقولوا يعني حاول تتأقلم على الوضع. نظام الفول بادي مش معاك، خلاص شوف غيره نظام تاني في نفس الوقت برضو تقدر تتمرن بيه مثلا 3 ايام وهكذا. ده مفيش معاك خلاص في نظام تاني، حاول تشكل تشكيلة تمرين معينة تنفع ليك، حتى لو ملاش اسم معين ممكن تستعين بشيء زي ده طالما انت عارف تقسم الفوليوم بتاعك، عارف تقسم الشدة بتاعتك على مدار الأسبوع، يبقى انت كده ما عندكش أي مشاكل. وبس كده يا شباب، هو ده الفكرة من حتة نظام الفول بودي وتجربتي معاه. وزي ما انتم شايفين يا شباب، دي وجبة ما بعد التمرين. طبعا دي وجبة بعد التمرين، انا صورتها من شوية وفيها شوية رز زيادة، دول اللي كانوا من وجبة قبل التمرين بما ان انا ما اكلتهاش وشربت مكانها عصير مانجا. فدي وجبة بعد التمرين، وهسيب لكم الصورات بتاعتها هنا. يلا بينا ناكل الوجبة دي ونشوف هنعمل ايه. ودي كوباية قهوة انا عملتها باللبن صراحة، ما وزنتهاش برضو عشان مبقاش كداب، بس هكتب لكم سعرات تقريبية ليها هتبقى هنا. وفاضل وجبة واحدة ممكن معرفش اصورها صراحة، فهسيب لكم الصورات بتاعتها. لربما معرفش اصورها، هي هتبقى فول وجبنة قريش وعيش، هسيب لكم الصورات بتاعتها هنا اهو. وهنكده نكون قفلنا اليوم، ان دي بتبقى الوجبة الاخيرة بتاعتي اللي هي وجبة قبل النوم، باكلها وانام، بتبقى على الساعة 3 وشوية. وبس كده اهو. والاخبار يا شباب، زي ما انا قلت لكم طبعا انا مش هعرف ان انا اصور الوجبة الاخيرة وما عرفتش اصورها بالفعل، فاحب اقول لكم ان احنا دلوقتي وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يجيلك اشعار ان انا نزلت فيديو. ولو انت حابب ان انت تخش على المحتوى القصير اللي انا بنزله على التيك توك هتلاقيه هنا اهو، ولو انت حابب تخش على الصفحة اللي انا بنزل عليها التمرين اللي هي بتبقى على انستجرام هتلاقيها هنا اهو. وكل سنة طيبين يا شباب، ويعود علينا وعليكم الايام بالخير.